هذا حديث عظيم يرويه عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يذنب الذنب، فقال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه، قال ثم يتوب ويستغفر، قال يغفر له ويتاب عليه، قال ثم يعود فيذنب، قال يكتب عليه، قال ثم يستغفر، قال يغفر له ويتاب عليه، قال ثم يعود فيذنب، قال يكتب عليه، قال ثم يستغفر ويتوب، قال يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أستغفر الله ربي في مناجاتي فهو العليم بآثامي وزلاتي، وهو الغفور ولي في عفوه طمع، إذا بسطت له كف الضراعات ما لي سوى بابه باب ألوذ به، إن ظهري بأوزار الخطيئات، سبحان من وسعت آثار رحمته أهل الأراضي وسكان السماوات.